هذه إلى الأبد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وفيه تقتضي الحقائق الممكنة الكاملة في عالم الثبوت، لأنه الإنسان الكامل الصفات والنعود. وتنزلت علوم آدم وتجلي وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فأعجز الخلائق قلوب مدى، كيف وجهاء الحمد بيده تحته آل ومن عدا. وله تضاءلت الفهوم في سائر العلوم، فقد رأيت ربي في أحسن صورة. فرفع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرف. فلم يدركوا منا سابق جهاد الأعمال، ولا لاحق أدركه خير النوال. فرياض الملكوت بزهر جماله الساري في عالم الهجوم مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره المتلاذئة في عالم الشهود متلفقة. ولا شيء إلا وهو به منهوض في كل عروض وهبوض. إذا أولى الواسطة في وصول الإمداد وحصول الإسعاد لذهب كما قيل المقصود، بدليل إنما أعصمهم الله يعطي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلاة كاملة تليق بك من حيث ألوهيته، صادرة منك من حيث ربوبيته، تجزى إليه تكريما لقدره العظيم، مصحوبا بخطاب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حكيم عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وسلاما تاما إلى تنزل في معارج القدس على بساط الأنس يليق به كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع لجميع الإنسانية، المزكى من حضرتك العلية بصفة وإنك على خلق عظيم، الداج بجميع الحالات عليك، المؤيد منك بالشهادة والله يعلم إنك لرسوله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وحجابك الأعظم قائم لك بتمام العبودية، شكرا على ما أوتيته من رفيع الرتبة وعظيم المنزلة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الفاطر بين يديك لمقام الربوبية الذي شرفته في مقام القرب بشرف سبحان الذي أسرى بعبدك فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللهم الحقني في الباطن ونفس الامر من سبيل الاسماني، الحقني ما نقص من روائد الاعمال ويسر من قطع من واردات الاحوال، حتى اسعد بالاندراج في عموم القضيه كل سبب ونسبي ينقطع يوم القيامه الا سببي ونسبي. وحققني في نفسي وحالي ووجداني بحسبي الروحاني تحقيقا يقطع مني حفظ الشيطان ويدخلني في زمره مع عبادي ليس لك عليهم سلطان. وعرفني اياه معرفه كاشفه لفضائلي وفاضله، اسلم بها من موارد الجهل بفضله في مقالي الامر ومداخله، واقرا بها من موارد الفضل الواصل من اليه، وانهل من عين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. انما بعثت رحمه مهداه، وحملني في سيري اليك على سبيل واضحه المسالك لا يزيغ عنها الا هالك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره أنا ومن اتبعني إلى حضرتك القدوسية التي إليها ينبغي سير الواصلين، وعندها يكون الله السالكين، وأن إلى ربك المنتهى حملا محفوظا بنصرة الربانية حتى أنجو من قوائد قريب مدلات الهوى، وأستمسك بعهد المزود فإن خير زاد التقوى. واقضي بي على جيش الباطل فأدمره بصلة الحق، وأدحره بقوة الصدق. فإذا عزم الأمر فلو سلطوا الله لكان خيرا لهم، وما النصر إلا من عند الله. وزج لي في بحار الأحدية الذاتية المحيطة بجميع هياك الحقائق والمعاني المنزهة عن الكثرة والقلة والكلية والجزئية والتباعد والتلاني، ألا إنه بكل شيء محيط. وأنشر لي مراحل التوحيد الموقعة في ظلمات الشبه والتقدير إلى قضاء تنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، واغرقني في عين بحر الوحدة الشهودية مع القيام بأداء حقوق العبودية. قل كل من عند الله ما أصاب
الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، حتى لا أرى ولا أسمع ولا أهدي ولا أحس إلا بها، تحققا وتعلقا بإلحاف عناية. فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، واجعل الجهاد الأعظم من حيث الإفاضة والتلقين حياة روحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وروحه من حيث التوسل والتمكين سر حقيقة، حتى تذوق سره. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وحقيقته من حيث الهداية واليقين شكلا على الظاهرة والباطنة في جميع أطوارها الجلية والخفية، لا تحق بالدراسة النبوية والخلافة المحمدية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، بتحقيق الحق الأول، بالتعليم الأول، بإشارة كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، واجعلني فاتحا وخاتما مع بشارة إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من الكتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرونه، يا أول ليس لأولية منها، يا متقدس عن حقوق الفناء، يا ظاهر لا يلحق خفاء، يا باطن تقدم لله العظمة والكبرياء، اسمع ندائي مع حضور الفقر إليك والجهاد بما سمعت به نداء عبدك زكريا، واجعلني صادق القول وفيا، وارزقني قلبا تقيا من الشرك نقيا لا دافيا ولا شقيا، وانصرني بكلام نصرا مؤزرا، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وايدني بكلام تاييدا مظفرا، حتى اؤمن بجماعه الملائكه تتولي قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه، واجمع بيني وبينك بقطع علائق المسانيه ومنع القواقع الشهوانيه، حتى اشرب الخطاب لا ايتها النفس المطمئنه، ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، وقل بيني وبين غيرك حتى لا اشاهد في الكون الا اخر احسانك وبرك، وما بكم من نعمه فمن الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
واغفر لنا مغفرة عامة تجد عن القلب كل صلاة، وربنا في معارج مدارج إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الأمم المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوافل بركاتك على سيدنا محمد رسول الخير وكرم المدام ونبي خوفة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأهماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهلا سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وسطك منعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأديان آله وعترته واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار قلوبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهدنا بذلك وأقررنا به فاقبل اللهم شهادتنا عندك وأعط جزاءنا عليها وأكرم نزلنا بها واجعلها حجتنا لديك يوم القيامة ونجنا بها من سوء عذابك يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو الله الذي لا والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الرزق بين الأحدية والواحدية وبين البطون والزهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد مجدد الربوبية بقول ربنا أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومقتدح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلد الألوهية الأعظم وعود وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهي القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدرنا وطلقه فيه من أسرارك واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية المتخلق بالربوبية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على نفسه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أتاهله وأجعلنا منه على يديك أوفر نصيب من الكرم والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله. لسيدي محمد بن ناصر الدرعي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخي وتلامذته وقراء استغاثتي في الدارين امين. نقرأ لنا ولكل مسلم في كل مكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك لعز ملكك الملوك تخضع تحفظ قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال رحما انظر إلى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى قد قل جمعنا وقل وفرنا والحق ما بين الجموع قدرنا واستضعفونا شوكة وشدة واستنقصونا عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلب لثنى بجاهك الذي لا يسلب إليك يا غوث الفقير نستلل عليك يا كف الضعيف نعتمد أنت الذي ندعو لكشف الغمرات أنت الذي ندعو لدفع الحسرات أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى به
جئت بفضله أكرم من أغنى بفيض نيله. أنت الذي تهدي إذا ضللنا، أنت الذي تعفو إذا زللنا، وسعت كل ما خلقت علما ورحمة ورحمة وحلما. وليس منا في الوجود أحقار ولا لما عندك منا أفقار. يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره. يا منقذ الغرق ويا حنان، يا منجي الهلك ويا منان. ضاق النقاط يا سميع يا مجيب، عز الدواء يا سريع يا قريب. قد نادنا ربنا الأكف، ومنك ربنا رجونا اللطف. فطب بنا فيما به رضيت، وردنا بما به رضيت. وأبدل اللهم حال العسر باليسر، وامددنا بريح النصر. واجعل لنا على الرواة الغلبة، واقصر هذا الشر على من طلب. وارحم عندنا يا عزيز قهرا، يسلم حملهم يسلم ظهرا. واعكس مرادهم وخيب سعيهم، اهد جيوشهم وارسل رايهم. وعجل اللهم فيهم نعمتك، فانهم لا يعجزون قدرتك. يا ربي يا ربي بحبل عصمتك، وليتصمنا وبعز نصرتك. فكن لنا ولا تكن علينا، ولا تكلنا طرفة الينا. فما اعطانا قوة للدفع، ولا استطعنا حيلة للنفع. وما وصلنا غير بابك الكريم، وما رجونا غير فضلك العميم. فما رجا من خيرك الظنون، بنفس ما تقول كن يكون. يا ربي يا ربي بك توسل، لما لديك وبك توسل. يا ربي انت ركننا الرفيع، يا ربي انت حصننا المنيع. يا ربي يا ربي اننا الامن، اذا ارتحلنا واذا اقمنا. يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا، واقص تجارنا، ووفر جمعنا. واجعل بلادنا بلاد الدين، وراحة المحتاج والمسكين. واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة. واجعل من السر المصون عزة، واجعل من الستر الجميل حفظة. واجعل بصاد وبقاف وبنون، ألف حجاب من ورائها يكون. بجاه نور وجهك الكريم، وجاه سر ملكك العظيم، وجاه لا إله إلا الله، وجاه خير الخلق يا رباه، وجاه ما به دعاك الأنبياء، وجاه ما به دعاك الأولياء، وجاه قدر القرب والأولاد، وجاه حال الجرس والأفراد، وجاه الأخيار، وجاه النجبة، وجاه الأبدال، وجاه النقبة، وجاه كل عابد وذاكر، وجاه كل حامد وشاكر، وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت أو نشرت ذكره. وجاه آية الكتاب المحكم، وجاه الاسم الأعظم المعظم. يا ربي يا ربي وقفنا الفقراء، بين يديك ضعفاء حقراء. وقد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى. فقبل دعاءنا بمحض الفضل، قبول من ألقى حساب العدل. ومن علينا منة الكريم، وعطف علينا عطفة الحليم. وانشر علينا يا رحيم رحمتك، وسد علينا يا كريم نعمتك. واختر لنا في سائر الأقوال، واختر لنا في سائر الأفعال. يا ربي وجعلنا تمسك بسنة الغراء والتنسك، واصل لنا أورادنا المختلفة فيك، وعرفنا تمام المعرفة. واجمع لنا ما بين علم وعمل، واصرف إلى دار البقاء منا أمل. وتهدينا يا ربي نهج السعادة، واختم لنا يا ربي ختم الشهداء. واجعل كلمة فضلاء صلحاء، وعلماء عاملين نصحاء. وأصلح اللهم حال الأهل، ويسر اللهم جمع الشمل. يا ربي وافتح فتحك المبين لمن تولى واعز دينا. وانصر رياض الطول، وانصر حزبه، واملا بما يرضيك عنه قلبه. يا ربي وانصر ديننا المحمدي، واجعل ختام عزه كما بدي. وارزه يا ربي بحفظ العلماء، وارفع منار نوره الى السماء. واعف وعافي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا. وصل يا ربي على المختار، صلاتك كاملة المقدار. صلاتك التي تفي بامره كما يليق بارتفاع قدره. ثم على الآل الكرام وعلى أصحاب الكرم ومن لهم تلا. والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده. ونختم السلام عن جميعا. سبحان الله 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 سبحان الله
الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. حق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله،
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبنا يا ربي قويا وانفعنا يا ربي قويا وانفعنا بخلال أهلها أمسينا في حناك يا مولانا صبحنا في رضاك يا مولانا لا إله إلا أنت واحد ربنا يا
مجمعنا في ذنبنا، اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقي لحرمه الابرار. يا عالم الاسرار، يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجة الأبرار. هذا وقت الحاجة يا حاضرا لا يغيب. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجة الأبرار. هذا وقت الحاجة يا حاضرا لا يغيب. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجة هذا وقت الحاجة يا حاضر لا يغيب. اللهم اجمعنا على محبتك وعنا على خدمتك وطاعتك، وطهرنا تطهيرا نصلح به لحضرتك ولقي نبيك عليه السلام. اللهم زدنا فيك تحيرا وبك افتتانا، وغيبنا فيك عن كل شيء سواك حتى لا نكون إلا بك ولك، واحفظنا فيك سائر يومنا وبقية عمرنا حتى تتوفانا وأنت عنا راض ونحن عنك غير مفتونين، بحق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نحن بالله عزنا وبالحبيب المقرب، بهما عز نصرنا لا بجاه ومنصب. ومن أراد ذلنا من قريب وأجنبي، سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي. نحن بالله عزنا وبالحبيب المقرب، بهما عز نصرنا لا بجاه ومنصب. ومن أراد ذلنا من قريب وأجنبي، سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي. نحن بالله عزنا وبالحبيب المقرب، بهما عز نصرنا لا بجاه ومنصب. ومن أراد ذلنا من قريب وأجنبي، سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي. الحلية النبوية الشريفة، روى الإمام الترمذي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: كان سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يكن بالطويل الممرض ولا بالقصير المتردد، كان رعدا من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمضاهم ولا بالمكذب، وكان في الوجه تدبير، أبيض مشرب بحمرة، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكذب، أجرد ذو مسربة، شفن الكفين والقدمين، إذا مشى تطلع كأنما يمشي في صبر، وإذا التفت التفت معه، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأشرحهم صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأليتهم عريبة، من رآه مشيطة معشيرة، من رآه بديهة هابة، ومن خالطه معرفة أحبة، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه عمرو في غزة ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد، وأمه سيدة آمنة بالدواب ابن عبد مناف ابن زهرة، وزهرة والصيد نيكلاف، واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو قريش ابن مالك ابن النضر بن نضر جريج ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عامر ابن إلياس ابن مضار ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وينتسب عدنان إلى سيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو معاصر لسيدنا عيسى بن مريم عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة لسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وآل بيت نبينا ومشايخنا وأسرتنا والدينا وذرياتنا وأحبابنا ومرضانا وموتانا ومكروبنا والمسلمين أجمعين، لهم منا جميعا الفاتحة.
الفاتحة لسيدنا مولانا عبد الله الصديق الغماري الحسني ولأرواح أبائه وأجداده ومشايخه وتلامذته ومريديه وسائر سلسلة الطريقة الشاذلية رجالا ونساء أحياء وأمواتا وسائر أهل الطرق الصوفية أولياء الله الصالحين في كل مكان لهم منا جميعا الفاتحة. الفاتحة أن ينجينا نحن وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر وظلمته وعذابه وضمته وسؤاله ومن فتنة المسيح الدجال وفتنة إبليس وشياطين الإنس والجن واليهود والأمريكان وأعداء الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خيرا. يلا فصل مديح، يلا مدحين النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا النهاردة عندنا فرح بعد صلاة العصر، عقد قران، يعني كتب كتاب ان شاء الله. يلا نور عايز يمدح، واحنا اللي عايز يمدح نمدح. الحمد لله الذي انار الوجود بطلعة خير البريه صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، قمر الهداية ومبلغ العناية الربانية، مفتاح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام، حبيب الله شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالسعود، حبيب الله شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالسعود، وكنت رجاء هذا الكون غيبا، وكنت رجاء هذا الكون غيبا، وفي شهر الربيع أتت شهود بميلاد غدا للناس عيدا صلى الله عليه، بميلاد غدا للناس عيدا يبشر كل عام إذ يعود، حبيبي يا شفيع الخلق ما هو عشان جراح يا ابني ايد الجراح حبيبي يا شفيع الخلق طرا بفضلك ظل دينك في صعود، فمنذ فتحت مكة قاتهاوت، فمنذ فتحت
مكة قاتها بنود الشرك وارتفعت بنود بجيش الحق أمنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أمنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود إلهي كلنا عونا وغوثا إلهي كلنا عونا وغوثا بحب المصطفى زين الوجود زين الوجود أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي الله أهلا وسهلا بالنبي الله خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي الله خير الأنام نعم الطبيب أهلا وسهلا بالحبيب خير الأنام نعم الطبيب يا مفرح القلب الكئيب خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي الله أهلا وسهلا بالنبي الله أهلا وسهلا بالنبي الله خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالرسول الله باب الرضا باب القبول أهلا وسهلا بالرسول الله باب الرضا باب القبول وحبه عين الوصول خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي الله أهلا وسهلا بالنبي الله أهلا وسهلا بالنبي الله خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي الله خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي الله خير الأنام العربي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله فتح الله عليك يلا حسين ولا عباس عايز حسين الاول يلا حسين محي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الذي بمدده كن فكان ولولاه ما ظهرت الاكوان وما كان هناك بشر وما حج حج واعتمر وارزقنا اللهم رؤية وزيارة ومحبة ومرافقته في الدنيا والآخرة كسيدنا أبي بكر وعمر
صلاة صلاة محب الناس الله صلاة صلاة محب الناس الله على الغد طه نبينا الرحيم صلاة صلاة محب الناس الله صلاة صلاة محب الناس الله على الغد طه نبينا الرحيم ومن معجزاته قد شق الغلال الله وكفيه تجني بالماء الزلال الله ومن معجزاته ذاته قد شق الغلال الله وكفيه تجني بالماء الزلال الله هو الحسن كله مرآة الجمال نور الله ظاهر بالغد الرحيم صلاة محب الناس الله صلاة محب الناس الله على الهادي طه نبينا الرحيم له الجزع حنا ما حمل الفراق الله قال يا سيدنا النبي بعدك لا يطاق الله له الجزع حنا وأن ما حمل الفراق الله قال يا سيدنا النبي والنبي بعدك لا يطاق قالوا له قل لا إله إلا الله أنا بجنغي طاها من ركب البراق خير الخلق طرا في كنز القديم صلاة محب الناس الله صلاة محب الناس الله على الهادي طه نبينا الرحيم جاء الذئب يسعى للراعي يقول الله أنا أرعى لغنمك وذنب للرسول الله لما شاف الراعي مولانا أبا البتول غدا الراعي مسلم في البيت يهيم صلاة محب الناس الله صلاة محب الناس الله على الهادي طه نبينا الرحيم من ضمين الغزالة وشكله البعيد الله من ضمين الغزالة وشكله البعيد الله خير الخلق طه ذو المجد المنيب الله في يوم القيامة أدرك من سعير هبنا منك فاتحا بالفيض العميم صلاة محب الناس الله صلاة محب الناس الله على الهادي طه نبينا الرحيم من معجزاته قد ملئت متون الله كان بغمض غايب وآدم لم يكن الله ملأ الصحبة حبا من قلب الحنون شرب الأولياء من كف النديم صلاة محب الناس الله صلاة محب الناس الله على الغدي طه نبينا الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يلا عباس بعد ما جاء في الجهة ديك يلا استلمت شغلك ولا لسه؟ لسه قريت الفاتحة ولا لسه؟ لا لسه بس مش حافظها؟ احفظ الفاتحة كويس يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا رب صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مشتاق لك يا نبينا وباعث لك سلام مبعوث على المدينة من مؤمن غير كلام صلى الله عليه وسلم لك يا نبينا وباعث لك سلام
من معمل للكلام. ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، لو حتى في المنام. مشتاق لك يا نبينا، وباعت لك سلام، نبعد على المدينة دموع من غير كلام. ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، لو حتى في المنام. طول عمر اسمع بيدعو كرامة للنبي، ويجتهدوا ويسعوا وأمنهم النبي. طول عمر اسمع يقولوا كرامة للنبي، ويجتهدوا ويسعوا وأمنهم النبي. ولا بيشوفوا عملهم ولا بتكبر نفوسهم، ولو تسأل عليهم يقولوا من العوام. مشتاق لك يا نبينا، وباعت لك سلام، مبعوت على المدينة بدموع من غير كلام. مشتاق لك يا نبينا، وباعت لك سلام، مبعوت على المدينة بدموع من غير كلام. ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، لو مرة في المنام وشفت اللي بيعصى وقلبه كان عالي لكنه يحب طه فيبكي كل ليل، وأمله في ربنا الله، وأمله في ربنا الله، وسيدنا وحبنا الله، يباركوا بنظرته ويحسن له الختام. مشتاق لك يا نبينا، وباعت لك سلام، مبعوت على المدينة بدموع من غير كلام. ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، لو حتى في المنام. في مصر يا نبينا نحبك كلنا، ويفديك كل غالي وزادنا وأهلنا. في مصر يا نبينا نحبك كلنا، ويفديك كل غالي وزادنا وأهلنا. ومأملنا نظرة يا باب الحضرة، ومأملنا نظرة يا باب الحضرة، وصاحب الحجرة وكاشف الغمام. مشتاق لك يا نبينا، وباعت لك سلام، مبعوت على المدينة بدموع من غير كلام. ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، لو حتى في المنام. ولاجل ان نبينا، نبينا يحبنا الله، على سيدنا وشيخنا ويسرنا دلنا الله. احشرني في الشارع، خلي بقى نبينا يحبنا الله، على سيدنا وشيخنا ويسرنا دلنا
كلنا الله فكن يسر العنا الله وأبواب الهنا الله فكن يسر العنا الله وأبواب الهنا الله ومفتاح المنى ومصباح الظلام واشتاق لك يا نبينا وباعث لك سلام وابعد على المدينة بدموع من غير كلام ارضينا وجد علينا ارضينا وجد علينا ارضينا وجد علينا لو مرة في المنام يا رب اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آلك. يلا يا شيخ محمد، شيخ محمد أحمد الجعفري. طول الله يا نورا تلالا سراج النور قد حزت الجمال رسول الله يا نورا تلالا الله الله سراج النور قد حزت الجمال اليوم ألست قد أعلاك قدرا الله الله فأول من أجبت له السؤال الله الله وتوجك الإله بتاج عز الله الله وألبسك المهابة والجلال الله الله يا نورا تلالا الله الله سراج النور قد حزت الجمال الله الله وأطجل نور وجهك ضوء شمس الله الله وبدر التم قد أمسى هلالا الله الله وأعلى ذكرك الرحمن ربي الله الله واسمك في الشهادة قد توالى رسول الله يا نورا تلالا الله الله جنوري قد حزت الجمال الله الله وحبك في القلوب لها ضياء الله الله به ندري الحرام كذا الحلال الله الله لموسى قال ربي لن تراني الله الله وقال الله يا طه تعالى رسول الله يا نورا تلالا الله الله سراج النور قد حزت الجمال لموسى قال ربي لن تراني الله الله وقال الله يا طه تعالى الله الله لموسى اخلعني عالك عند واد الله الله ولم تخلع لدى العرش النعال رسول الله يا نورا تلالا الله الله سراج النور قد حزت الجمال الله الله عرجت إلى السماء وصرت تعلو الله الله ونلت القرب بل نلت الوصال الله الله رأيت الله يا مختار ربي الله الله ومن ذا قد رأى المولى تعالى رسول الله يا نورا تلالا الله الله سراج النور قد حزت الجمال الله
الله وللت شفاعة في يوم حاشر الله الله وقد نلت السيادة والكمال الله الله تشفع يا حبيب الله فينا الله الله ببابك واقف نرجو النوال رسول الله يا نورا تلالا الله الله سراج النور قد حس الجمال ولا تترك محبا مستجيرا الله الله أحب المصطفى وكذاك آلا الله الله له قلب محب ذاب شوقا الله الله إلى المختار قد شد الرحال رسول الله يا نورا تلالا الله الله سراج النور قد حس الجمال الله الله وإن أكو ذا ذنوب يا حبيبي الله الله فقلبي عاشق وإليك مالا الله الله وصلى الله في بدء وخاتم الله الله على المختار من حاز الجمال رسول الله يا نورا تلالا الله الله سراج النور قد حس الجمال اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه فتح الله عليك بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيسأل يقول ما رأيكم في جلال الدين الرومي ولي من الأولياء الكبار وصل الناس إلى الله بالغنى والرأس صوت ليه بقى لأنه لما نشأ في منطقة اللي كان فيها في إيران والحتت دي كان الناس فتنوا بالغناء والرقص واللهو والخمر كانوا مفتونين فتنة شديدة بهذا وانتشر في كل بيت وفي كل مكان يرقصوا ويغنوا ويشربوا خمرة والكلام ده كله فقالوا الشيخ بتاعه قعد معاه عدة أيام وبعدين سابه هو قبل كده كان راجل عالم بيدي دروس وبيدي مجالس علمية وكان يقول لك ان يحضر له المجلس بالعشرة آلاف واحد مجالس الوعظ لما التقى بشيخه ما كانش يعرف الشعر حتى مش يقول شعر بعد ما شيخه مشي سبحان الله بطل الدروس وقعد طول النهار يقول أشعار تعرف الناس بالله وتحبب الناس في النبي بالغنى فصرف الناس عن غناء اللهو إلى غناء إيه اليقظة فهمت بقى ما أنت لما تلاقي ناس مفتونة بحاجة اعمل لهم الحاجة اللي بيحبوها بس ايه وجهها الى ايه الى الله ورسوله فعلشان كده الناس ايه اجتمعوا معاه اللي كانوا بيحبوا الغناء الله وبقوا يحبوا غناء الذكر وكان غناء من حركة ليه لان تملي الحركة بتجهد البدن فاذا اجهد البدن قوية الروح واذا قوي البدن ضعفت الروح فيقوم يبتدي ايه يرقصوا ويعملوا حركات ايه كتيرة وهو بيذكر علشان يرهق البدن ده يقوم يتخلع من البدن الى النفس وبعدين يبدأ يعمل حد ما يتخلع من النفس للروح وبيقولولها رمز كده يخلوها رمز ان الانسان محجوب بتلات حجب بالدنيا وبالبدن وبنفسه يقوموا ايه يفضل يذكر وبعدين يروح قالع ايه واحدة يبقى كده خلع الدنيا لما يندمج يعني رمز يعني والنبي كان بيرمز بالثياب لتغير الحال ودي سنة نبوية يعني النبي كان في صلاة الاستسقاء كان يلبس الثوب يروح قلعه وهو بيدعي ويروح لفه على الناحية التانية من ايه يعني كأنه بيتفاءل بتغير الحال لأحسن فكان النبي يحب برضو ايه المظهر له أثر في الحقيقة وعشان كده في العيد تلبس أفخر الثياب وتروح تقوم تجد إيه بالزهو والفرحة لأن مظهرك بيؤثر على باطنك
دون أن تشعر. فهمت؟ البس كده ثياب خلقة ومقطعة وامشي في وسط الناس، لقي نفسك تواضعت. طب البس بقى ثياب كده فخمة وماركات عالمية وحاجات بقى الناس عارفة قيمتها، وبعدين ايه تمشي كده تلاقي نفسك عندك زهو بدون ما تشعر، صح ولا لا؟ يعني الانسان يعني بيتغير مظهره يغير باطنه، دي طبيعة في الانسان. فهو ايه يقعدوا يذكروا يروحوا خلعين اول ثوب، يعني ايه رمز لما يوصلوا لحالة معينة من الوجد يخلع اول ثوب، يعني خلع الدنيا، وبعدين يستمر في الذكر ويروح خالع الثوب الثاني اللي هي ايه النفس وشهواتها، وبعدين بقى يخلع الثوب الثالث اللي هو كل حجاب يحجبه عن الله حتى من عوالم الملكوت نفسها، فلا يبقى الا الله الواحد القهار. فاهم؟ حتى تلاقي الرمز ده موجود في المعمار الاسلامي، يعمل لك الايه المئذنه بلكونه الاول كبيره كده واسعه، وبعد كده تطلع العمود يرفع ويعمل لك ايه بلكونه تانية دايره اضيق، مش كده؟ يبقى الاولانيه بتاعت الدنيا تبص فيها على الدنيا، الدنيا واسعه عايزه بلكونه واسعه، وبعدين كل ما تطلع ايه يضيق بقى ايه نظرك للدنيا فيعمل لك بلكونه اضيق، ويجي لك بعد كده في المئذنه ده معمار اسلامي معروف، وبعد كده يروح عامل لك البلكونه الثالثه اضيق وحاجه، وبعد كده يطلع للواحد القهار. فهمت بقى اشاره الوحدانيه؟ يبقى انت لابد انك انت تخرج من الظلمات الثلاث. اول بلكونه ظلمه ايه الدنيا، وبعدين ظلمه البدن، وبعدين ظلمه النفس، فتنطلق من الظلمات الثلاث. مش زي ما خلقك في ظلمات ثلاث لابد ان تولد مولاده ثانيه من ظلمات ثلاث. عشان كده سيدنا عيسى ابن مريم كان يقول لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. الولادة الأولانية معروفة، والولادة الثانية انك تخرج بقى من ايه من ظلمة الكون فلا تنشغل به، ثم ظلمة النفس فلا تنشغل به، فهمت؟ ثم ظلمة الرغبات والعلائق فلا تنشغل بها، فإذا تحررت تماما بقي الواحد القهار. فهمت؟ فكان ايه الرمز بتاعهم لحد دلوقتي لما يجوا ايه المولويه دول يقعدوا يلف يقلع ايه الجبونه الاولانيه، وبعدين يقلع الثانيه، وبعدين يقلع الثالثه، وبعدين تيجي لو كلمته بعد ما قلع الثالثه ما يسمعكش. ليه؟ لانه خلاص فنى في وجده. فبيبقى في حاله هو مش هو. فهمت بقى هو مش هو. بقى رمز للقائم به. فهمت؟ فدي الطريقة المولوية يعني رضي الله عنه، وهي ايه احدى اسباب الولاية. بيقول ارسل لنا ابونا الفلوس كل شهر، فلما انهينا اوقتنا للنوم واللعب ولا نتعلم، هل هذا داخل في عقوق الوالدين يا مولانا؟ فلو انهينا اوقتنا للنوم واللعب ولا ده بيقول ايه يا مولانا؟ نحن من طلاب الوافدين، يعني ابوه بعته هنا في بلد بعيده وبيبعت له فلوس عشان يصرف مقابل انه يتعلم ويجي الواد علامه، يقوم يضيع وقته في اللهو وايه وعدم دراسه يعني دروسه بطريقه جيده، لا شك فيها تقصير، لان ابوك في اللي عنده امل فيك وبعتك كده عشان تحقق امله فيك، وأمله فيك إنك أنت تكون إيه؟ أربع سنين بس، خليك جد أربع سنين في حياتك يا أخي. هو بعتك أربع سنين، خليك جد فيهم بقى. ادرس دراسة كويسة واحفظ القرآن واحضر مجالس العلم واقضع وقتك بين ذكر وبين طاعة وبين دراسة علشان ما تخيبش أمل أبوك فيك. فهمت؟ لكن على أي حال ساعة وساعة، يعني إذا كنت بتلهو أحياناً من باب الترفيه علشان لا تمل مفيش مانع، انما ابتله 23 ساعة في ال 24 ساعة يبقى كده عيب عليك. لا شك انك انت عقدت نفسك وعقدت ابيك وامك. لانك ظلمت نفسك يا مسكين. من هو ذو القرنين؟ هل هو ولي الله؟ ذو القرنين اختلفوا فيه.
لكن المشهور انه هو ليس انه هو الاسكندر المقدوني، لان الاسكندر المقدوني كان كافر كويس، والاسكندر المقدوني اول ما تحرك تحرك جهة الشرق، لكن ذي القرنين تحرك الى الغرب، اول حركته واتساعه كان الى الغرب، واخد بالك؟ لكن المقدوني اول فتوحاته كانت جهة الشرق، يبقى مش هو المقدوني. اسكندر المقدوني اولا كافر وتحركه كان جهة ايه الشرق اولا، في حين ان ذي القرنين ايه بيقول لك ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سبب، فاتبع حتى اذا بلغ ايه المغرب، يبقى تحرك للغرب الاول، بعد ما خلص فتوحاته جهة الغرب ايه تحرك جهة الشرق حتى ايه وصل الى حتة ما فيش فيها ايه يعني ستر، يعني لا بناء ولا جدار الناس تستتر به ولا حتى نبات مزروع يبقى في ظل، حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجد قوما لم نجعل لهم من دونها سترة، يعني عايشين حياة بدائية في مكان لا شجر ولا زرع ولا بناء، وصل الى هذه المراحل. ذي القرنين اختلفوا فيه، والراجح انه فارسي، ويقال انه قورش ملك فارس، وكان قبل الاسكندر المقدوني ب 200 سنة او اكتر من 250 سنة قبل الاسكندر المقدوني، وانه كان تابع لنبي، كان مؤمن تابعا لنبي وليس نبيا، كان تابعا لنبي وكان رجل صالح، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ملك الدنيا اربعة، اثنان مؤمنان واثنين كافران، فذكر من المؤمنين ايه ايه ذي القرنين كويس، فزيدنا ذي القرنين قالوا هو قورش، ولما تروح للتاريخ تلاقي قورش كان عنده ايه خوذة ليها قرن امامي كده وقرن ايه خلفي، رمز ان هو ايه ملك الشمال والجنوب. وبعدين هو اول من عمل القرش كعملة، كان قبل كده الناس تتبادل، عندك انت عايز انت مثلا تمر تروح تبدله بكلة قمح، وده عايز بطة يبدلها بحمامة، حمامتين تاتة يربيهم عنده ياخد تلات اربع حمامات يبدلهم ببطة في السوق، يعني كانت الحكاية تبادل كده ايه، يبقى عندك حاجة تبدلها بحاجة، كانش فيه العملة، فهو لما اتسعت رقعة بلده عمل حاجة اسمها ايه العملة، حتى يسهل للانسان ان هو تبقى شايلها في ايده وفي جيبه ويبقى ماشي كده بسهل، بدل ما يجر بقرة عشان يشتري بدل احمار، يبقى معاه كم قرش يشتري وخلاص تبقى سهلة عليه، فعمل القرش، عشان كده القرش نسبة القرش، لحد دلوقتي بنقول عليه قرش نسبة القرش كويس، وهو اللي عمل الدولة الفارسية الأولانية، الدولة الفارسية بدأت مؤمنة ثم انتهت بعد ذلك مجوسية تعبد النيران، وقالوا إن النبي بتاعهم كان زرادشت، يعني كان تابع لسيدنا زرادشت، وهو أحد أنبياء اللي بعثوا في فارس، وحتى الحال الوقت يقول لك الديانة الزرادشتية، بس إيه طبعا تغيرت وتبدلت ودخل فيها شركيات كثيرة، حتى أنهم آل بهم الأمر لأنهم عبدوا النار بعد ما كانوا مؤمنين، بعد كده قال أنهم عبدوا النار بعد ذلك. فده يعني مبلغ علمنا عن ذي القرنين، والله تعالى أعلى وأعلم. بيقول البرنامج العملي في رمضان في مسجد الأشراف، نبتدي من صلاة المغرب نفطر، سهلة، في إفطار جماعي وعندنا تمر حلو كمان، نجيب لكم أنواع تمر، بعد ما نفطر نشرب الشاي ويتخللها صلاة المغرب وسنة المغرب، تدا العشاء نغتسل لكل ليلة من رمضان، في سنة كده الغسل لكل ليلة من رمضان، دي من الأغسال المسنونة كان النبي يعمل، تقوم تنشط الغسل ينشطك عشان تيجي بقى في صلاة العشاء نشيط، لأنك طبعا كلت بلمت، لما تملي الواحد بياكل بيبلم، فهمت؟ لما تيجي تغتسل بقى تلاقي نفسك نشط كده. نصلي العشاء بعد نص ساعة من الأذان، بنصلي العشاء ربع في كل ركعة، العشاء
ركعتين جهريتين يبقى هنقرا فيها بربعين. سهله. خلصنا صلاه العشاء نختم الصلاه، خلصنا ختام الصلاه نقرا دلائل الخيرات، خلصنا دلائل الخيرات بنصلي ركعتين سنه العشاء البعديه منفردين، وبعدين نبتدي صلاه التراويح. صلاه التراويح عندنا 20 ركعه وتلاتة وتر، ادي 23 في العشرين يوم الاولانيين، بنصلي في كل ركعه ربع، بنصلي العشر ركعات الاول بعشر تربع مع ربعين في العشاء، يبقى كده جبنا كام؟ 12 ربع، وكنا جايبين ربعين في المغرب يبقى كده 14 ربع. كويس. نمشي بقى كده ربعين في كل ايه، في كل ركعتين ايه، ربعين ربعين ربعين. بعد الصلاة العشرة الركعة العشرة نقعد نشرح كتاب بهجة النفوس، وهيبقى العام الثامن عشر تقريبا في هذا الكتاب، كتاب بهجة النفوس لسيدنا أبي جمرة ومختصر صحيح البخاري، بنشرحه في تراويح رمضان فقط من كل عام، بحيث نقفله آخر ليلة في رمضان نفتحه في أول ليلة في رمضان اللي بعده بعد سنة. ندي نشرح بهجة النفوس، وقبلها فاصل مديح عشان الناس يعني تستريح من اللي جرى لهم في العشر ركعات الأولانية، واخد بالك؟ وبعدين اللي عايز يشرب شاي بيخرج يشرب شاي، عندنا كافيتيريا مسجد الأشراف ملحق، فبيروح اللي يعمل له شاي، اللي ياكل له تمرتين عشان يتقوى ايه للعشر ركعات اللي بعد كده. نخلص صلاة قصدي الدرس الترويحة العشرة، نقوم نجيب بعد كده عشر ركعات تانيين ربع كل ركعة، يبقى كده جبنا كام؟ بقينا بقى 24، تلات اجزاء في اليوم، فهمت؟ وبعدين تلاتة وتر بتلات اجزاء كمان، يعني تلات ارباع، قصدي تلات ارباع. بتخلصوا الساعة كام؟ يا بنخلص الساعة 12 ونص. سهلة؟ والله سهلة خالص. وبعد كده 12 ونص تعمل ايه؟ تشوف مصلحتك يا محترم، عايز تريح شوية، عايز تنام لك ساعة عشان عندك شغل بكرة، عايز تنام وتقوم تتسحر، عندنا السحور قبل الفجر بنص ساعة في المسجد برضه. وبعدين نصلي ايه الفجر. بعد ما نصلي الفجر العادة بتاعتنا بتاعت كل يوم، نقرأ بقى المسبعات والوظيفة الزروقية، وكل يوم على حسب ورده بقى. وبعد ما بنخلص نقرأ كتاب ايه الإتقان في علوم القرآن نص ساعة، ونص ساعة دليل الفالحين في شرح ايه رياض الصالحين. كويس. وبعدين نقوم نصلي ركعتين الضحى، وبعدين تقوم تنام لك ساعة أو ساعتين وتروح شغلك. كويس. عشان تجيلنا المغرب تاني نعمل فيك اللي عملناه امبارح. فهمت بقى الطريقة؟ أدي جدولنا، وجدولنا ده ثابت على الكشاك كده بقالنا أكتر من 25 سنة الحمد لله، برنامج ثابت على طول. مش قادر تحضر العشر ركعات التانيين، احضر العشر الاوائل والدرس وروح. طب مش هقدر العشر الاوائل، صلي الايه في المساجد بتاعت الاوقاف 8 ركعات و3 وتر 11 سهلين، هيخلصهم لك في تلت ساعة حسب بناء لتوجيهات ولي الامر. كويس. وبعدين تخلص تجيلنا هنا تلاقينا لسه قاعدين، تكمل معانا الدرس والعشرة التانيين. كويس. سهلة يعني، كل واحد بيختار حد، يعني مش موقفين حارس اللي يمشي نمنعه، لا الباب مفتوح، وقت ما تيجي هتلاقينا بنصلي، وقت ما تمشي ما حدش هيقولك انت ماشي ليه، فالحكاية حرية يعني. فهمت بقى ازاي؟ لا حرج عليك، يجي ما يجيش ما يهمنيش، فهمت؟ احنا مستمرين وشنا للمحراب وملناش دعوة مين اللي جاي ورانا، فهمت؟ لو المسجد فاضي بيتملي ملايكه ومسلم الجن، فبنصلي بيهم جماعه برضو. ما حكم عطر الكحول؟
العطر اللي فيه كحول عند الشافعية والمالكية نجس فلا يستعمل. كويس؟ أي عطر فيه كحول نوع من الخمر نجس، وبالتالي الإنسان يحتاط إذا كان شافعي أو مالكي فلا يستخدمه يجي بالصلاة. كويس؟ طب عند الأحناف نجس إلا أنه معفو عنه، نجس برضو عند الأحناف مش طاهر، حدش قال طاهر خالص. الأحناف قالوا نجاسة معفو عنها لأنه لم يعدل الخمر، وبالتالي لو استعملت الايه العطر اللي فيه كحول زي خمس خمسات واربع خمسات والحاجات اللي هي فيها كحول، وكل ما هو سبراي كده بيبخ كده كل ما هو بس كده ده فيه كحول. كويس؟ حتى يقول لك العود يعمل لك عود وايه وبخاخ كده بيبقى حاطط له كحول عشان يبخ. الشافعي ما يستعملوش. فهمت؟ انا كنت اروح ازور مثلا ستنا نفيسه ولا سيدنا الحسين ويجي لك واحد بازازه خمس خمسات ويمشي كده يرش على الناس كلها، يوم يجي مني اروح رايح الميضة غسل دماغي وغسل البتاع كانه بول جال، فبيأذيني الجماعه دول. فاهم؟ فناخد بالنا. طب لا مش معقول انا عملت، خلاص يا سيدي خليك حنفي. الأحناف يجيزوا ذلك، زي ما الأحناف بيصلي الجمعة ويعتبرها أنها أسقطت الظهر ما يصليش بعدها ظهر. المالكية والشافعية قال لك لا، الجمعة عشان تسقط الظهر ليها شروط، الشروط دي مش متوفرة في هذا الزمان مع تعدد المساجد، وبالتالي تصلي جمعة وتصلي ظهر. الشافعية والمالكية كده. فهمت؟ فما يجراش حاجة، لكن أنا على أي حال ما بستعملش الحاجات دي. وكل ما يجي لي هدايا من المرضى اللي انا بعملهم عمليات تملي يجيبوا لي برفانات وفخمه جدا غاليه جدا، فمحمد ابني واحمد ابني ياخدوها ويقولوا احنا احناف يا بابا. لكن انا ما بستعملهاش. ما دلاله سوره ياسين في المنام؟ احياء القلب. اللي بيقرا سوره ياسين في المنام يعني ربنا يحيي قلبه يوم تموت القلوب، يعني ياسين قلب القرآن. مش عارفة أحافظ وعارفة عاملة هي مربوطة عارفة تاء مربوطة، مش عارفة أحافظ القرآن، عارفة تن يبقى دي تاء مربوطة. نون الهاء لو ظهرت فيها التاء تبقى تاء مربوطة، لو ما ظهرتش فيها الهاء ولم تقبل التنوين يبقى دي هاء ضمير. فهمت؟ عشان تميز بس، لان انا بزعل قوي الناس يبعتولي يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم وحطت على هاء الضمير في لفظ الجلالة الله حطت نقطتين، قبل ما اقرأ الرسالة بتاعته بتنكد، لان بدايتها كده اهو يعني حاجة وحشة، يعني كانوا بيقول اللات مش الله، اللات بسم اللات الرحمن الرحيم. تصور بقى لما حط النقطتين بقت كفر، يا دي المصيبة. طبعا هو مش كافر وما يقصدش، هو جاهل. فاهم؟ يبقى لازم نعرف الفرق بين هاء الضمير وبين تاء التأنيث. هاء الضمير اسم وتاء الضمير حرف، تاء تأنيث، تاء التأنيث دي تاء تأنيث حرف، لكن هاء الضمير اسم. فاهم؟ يقول له به، دي لا دي ضمير. فهمت؟ يبقى كل ده عشان السؤال مش عارفه احافظ، مش عارفه، لست عارفه. يبقى لو مش حطينا مكانها لست تبقى لست عارفه أحافظ على دلائل القرآن، عارفة. يبقى السؤال ده عايزين نرجعه ليها، تحط لنا نقطتين على التيه عشان تجبر بخاطرنا. ربنا ييسر لكم الأمور، والإنسان حسب وقته، ولما وقتك ما يسمحش إنك تقول وردك ما تزعلش قوي، لأن النبي جبر خاطرك وقال لك مش هتدخل الجنة بعملك، فالنبي جبر خاطرك فتزعلش قوي. عارف تزعل إمتى؟ لما تبقى عندك فراغ وما بتقولش وردك. اه ليك حق تزعل بقى، لانك انت تبقى ايه؟ تبقى تنبل. فهمت؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟
ليس في النوم تفريط. والآية بتقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فراغ. فما يبقى عندك فراغ وما تحافظت على الورد يبقى هنا لك أن تلوم نفسك. لكن ربنا إيه شغلك في أشياء مهمة، عملك ونبطشيات، أو أنت عندك أولاد كتير وبتراعيهم وجوزك طلباته كتير الله يكون في عونك، واخد بالك حكم في جواز يا أخي مش سهلين. ده نعرف واحد جوز يقول لمراته ما سعملي لي فنجال القهوة، تعمل له فنجال القهوة تحطه قدامه، ينادي عليها ناوليني الفنجال، فنجال قدامه يا أخي والله العظيم محتاجين يصبروا علينا برضو شوية. عارف الزوج ده مين؟ انا. اه والله يا اخي، يعني انا يحطوا لي طلباتي تبقى قدامي قدامي يعني، وانا بقى مشغول بهركتان، قول يا رب مين حيناولني الفنجال، يا رب يا رب ابعت لي حد، واروح منادي تعالي فين الفنجال اهو ناولهوني. يعني علشان كده اللي بيتجوزني ويصبر عليا ان شاء الله ليه جنة. انا كان ليا جدا الله يرحمه، احكي لكم نوادر لطيفه. اصل الزهر ده جين كده، كان ليا جد حضرت انا الموقف ده معي. كان عنده راجل ايه طباخ لطيف كده، واد اسمه مبروك، فيقول له مبروك هات لي صباع موز. فالواد مبروك كان واد صعيدي كده لطيف، دخل جاب صباع الموز وحطه له على طبق كبير كده، الطبق اللي انت بتحط فيه البطيخ. فقال له يا مبروك مش هو الطبق ده يا مبروك، ده طبق للبطيخ او للرز، ده مش للموز يا ابني. وكان ساكن في بيت واسع، المطبخ في اخر الدنيا عايز تكتب. فقال له مبروك مسكين يروح ايه واخد الطبق، حاضر يا بيه حاضر، ويا ماشي مش مقتنع، هاي موزه وخلاص قدامك كل بقى وخلصت. لا هو مش عايزها في الطبق ده. ويروح مرجعه المشوار ده ويرجع يجيب له طبق تاني بتاع الشوربة عشان يبقى في حرف كده، يوم يسند الموزة يعني على حسب مخ مبروك ويحط له كده، يا ابني ده طبق شوربة وطبيخ يا ابني، ما ينفعش يبقى طبق فاكهة يا ابني. المشكلة انه ما يقولوش هات اي طبق، لا هو سيبه يتحيره الاول. ويروح مشوار تاني ويرجع، وفي الاخر يجيب له بقى الطبق الصغير اللي يحط في الموزة تبقى دايرة الموزة على قد دايرة الطبق يحطه قدامه. قال له ايه كده، شفت بقى شفت بقى لازم تبقى كده، اقل من كده مش هاكل الموز. فهمت ازاي؟ فسبحان الله يا اخي ظاهر الجين ده برضه منتشر في العيله يعني. فيعني ايه الخلاصه؟ ان الانسان لو مشغول ربنا شغله بخدمه زوج لو امراه وخدمه اولاد فهي في عباده جليله، اقوى من قراءه دلائل الخيرات مع التقصير في رعاه بيت وعيله، اقوى من قيام الليل، والله أقوى من قيام الليل. مراعاة الأم لأولادها ولزوجها واخد أقوى كثيرا من صيام النهار وقيام الليل، ده وردها يا ابني وردها كده. لو فضيت بقى والحمد لله والعيال كبروا وابتدوا يذاكروا لوحدهم وكل واحد عارف مصلحته، وجوزها الحمد لله يعني ابتدى ربنا يهديه وبقى ياخد الفنجال بإيده كده ومش محتاج حد يناوله له، ويعني فضيت شوية، يبقى ساعتها تعمل إيه؟ تقول بقى تقرا الاوراق لانها فرغت. فهمت بقى ازاي؟ ادي كلها. فانت شوف ربنا اقامك في ايه واتقن ما اقامك فيه. لو فاتك وردك في وانت ربنا اقامك في حاجه شغلتك، اعرف ان ربنا كاتب لك ما تريد ان تفعل دون ان تفعل. فهمت؟ فما تقلقش يا سيدي. بيقول ايه عايزين معنى الصلاه دي؟ اللهم صل على يتيمة العقد الأنفس من اصطفيته من جلال جمال بهاء وجهك الأقدس، من إيه فجرت به بحر النبوات وأقمت به الرسالات، أحمد الفضل محمد العدل وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. دي سهلة يا ابني. اللهم صل على يتيمة العقد الأنفس يعني خد بالك جوهرة العقد، جوهرة العقد لما تبقى جوهرة يتيمة يعني لا مثيل لها، يبقى النبي ليه مثيل؟ ادي معنى بقى. يبقى صلي على يتيمة العقد الأنفس يعني من النفاسة،
ويتيمة العقد، العقد بنحط فيه ايه؟ جوهرة، يعني الجوهرة النفيسة التي لا مثيل لها. هذه معنى الايه؟ الجملة الأولانية. من اصطفيته من جلال جمال بهاء وجهك الأقدس. وجهك بمعنى ذاتك، فذات الله غير قابلة للظهور في الأكوان، مش كده برضو؟ فالله سبحانه وتعالى خلق برزخا ليظهره في الأكوان ليكون مرآة لذاته، فهمت؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يظهر، غير قابل للظهور، لأنه لو ظهر ما يبقاش مع حد لأنه قاهر، فهمت؟ لأن إذا جاء الحق زهق الباطل، وإحنا أي بالنسبة للحق باطل؟ باطل يعني لا وجود لنا حقيقي، هذه معنى الباطل، فهمت بقى؟ وبالتالي لابد أن ربنا لما أراد لنا الظهور جعل هناك برزخا ليظهرنا به، هذا البرزخ بيننا وبينه، فجاء جعل هذا البرزخ للروحانية المحمدية مرآة لظهور هذه الذات وآثارها من حيث الأسماء والصفات. ومن أسماء الله وصفاته الجلال والجمال، فالجمال هو كل ما تحب أن إيه؟ أن يحدث لك، والجلال كل ما تكره أن يحدث لك، وعشان كده نبلوكم بالشر والخير فتنة، فما تجده من صعوبات في الحياة مظاهر الجلال، وما تجده من راحة في الحياة مظاهر الجمال. وممد هذا كله في الأكوان مين؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. عشان كده من اصطفيته يعني اخترته دون خلقك من جلال جمال بهاء وجهك الأقدس. وقال الوجه الأقدس يعني النفس المقدسة عن الظهور، فهمت؟ من فجرت به بحر النبوات، لأن النبي هو أصل النبوات، النبوات كلها جت فيه وهو وزعها، فهمت؟ زي ما يقول السلام عليك يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهمت؟ فالنبي أخذ النبوة وكان نبيا وآدم منجدل في طينته، مش قايل كده؟ من حيث روحانيته، يعني النبوة تعلقت بروحانية النبي قبل ظهور بشريته وقبل خلق الأجساد، فهو نبي حتى قبل السماوات والأرض وقبل خلق العرش والكرسي والجنة والنار، قبل ذلك كله هو نبي، ونبوته تعلقت بروحانيته، فهمت بقى؟ ثم تشعشعت من هذه النبوة أشعة كثيرة لكل نبي، فظهر كل نبي. علشان كده إيه النبي بيقول في حديث البخاري، مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا، يبقى اللي بنى بيت النبوة مين؟ النبي. كمثل رجل بنى بيتا فجمله وكمله إلا موضع زاوية في إلا موضع لبنة في زاوية من زوايا، فصار الناس يطوفون ويقولون ما أجمل هذا البيت إلا هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. يعني كأن الأنبياء لما كملوا قبل بعثة النبي وهم جم غفير، الناس بقت تقول مين اللي وراهم، مين اللي ابعتهم ومدهم، فالنبي كان يمدهم في الباطن لأنه ما ظهرش لسه، فهمت؟ بباطن روحانيته. فعلى شكل أنت لما بتبني قصر آخر لبنة تحطها في القصر إيه؟ اللي مكتوب عليها قصر فلان، صح؟ مش هي دي؟ فتملي أنت ما بتمر على بناء جميل كده وكل يوم بتلاقيه إيه؟ بيبقى مزخرف وجميل وبتاع، تقول بناء مين ده؟ بتسأل مين اللي بيبنيه؟ ما تعرفش لحد ما ينتهي ويحطوا الرخامة اللي فيها اسمه، تعرف على طول، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، يبقى النبي هو اللي بنى بيت النبوة، فهمت بقى؟ أدي معنى إيه؟ من فجرت به بحر النبوات وأقمت به الرسالات، لأنه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكل رسالة ما هي إلا مظهر من مظاهر الرحمة. أحمد الفضل محمد العدل، لأن فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لما ظهر سيدنا محمد انقسم الناس، اللي أمنوا به مؤمنين واللي كفروا به كفار، وعلى آله وصحبه وسلم. سهلة؟ سهلة خلاص تقراها وتلاقي سهلة. اللهم صل على يتيمة العقد الأنفس، من استفيته من جلال جمال بهاء وجهك الأقدس، من فجرت به بحر النبوات وأقمت به الرسالات، أحمد الفضل محمد العدل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. واضحة؟ خلاص. ما الفرق بين المنهج والمنهاج؟ والفرق بين الإسلام والدين، وكيف يكون الدين عند الله الإسلام؟ المنهج والمنهاج حاجة واحدة، لكن المنهاج لزيادة الحروف معناه تفصيل المنهج، يبقى المنهج هو المختصر، فهمت إزاي؟
مختصر المنهاج اللي هو المنهج أن تعبد الله وتعرفه وتتبع الرسول، ده المختصر. طب المنهاج إيه؟ معرفة تفاصيل الأوامر بقى والنواهي، ده المنهاج. فهمت إزاي؟ يبقى المنهج الموجز والمنهج البيان الواسع. فهمت بقى؟ اللي أنت بتقوله في الفتحة المنهج، اهدنا الصراط المستقيم، والوسيلة إياك نعبد وإياك نستعين، ده المنهج. طب بقيت آيات القرآن للآخر مع سنة النبي المنهاج، إزاي تعبده وإزاي تستعين وإزاي تعرف الصراط المستقيم. كمل بقى القرآن وإقرأ السنة وشوف النبي عمل إيه، يبقى دي المنهج والمنهاج. والفرق بين الإسلام والدين، إذا اجتمعوا في سطر واحد افترق. فلو قلنا الإسلام والدين، يبقى الإسلام معناه الانقياد الظاهري، والدين معناه التدين الباطني. كويس؟ أما نقول إيه؟ عليك أن تحافظ على إسلامك ودينك، يبقى إسلامك أي انقيادك الظاهري بالطاعة الظاهرة، ودينك اللي هو بقى إيه؟ ما بطن. وكمان تحافظ على إيه؟ على أن قلبك ونيتك تبقى متوجهة إلى الله حالا انقيادك الظاهر. لكن لو قلنا إن الدين عند الله الإسلام، يبقى الإسلام هنا هو الدين، ويقصد به الاعتقاد السليم. ولكن الشرعة تختلف، فالدين واحد والشرائع تختلف. فهمت؟ لكل جعلنا منكم ايه؟ شرعة ومنهاجا. شوف منهاجا، ما قالش منهج، يعني ايه؟ يعني اسلوب متعدد الطرق للوصول الي. فهمت؟ يبقى الشرعة تختلف باختلاف ايه؟ ايه الشرائع، لكن الدين واحد وهو الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام، ابونا ادم مسلم، كل الانبياء مسلمين، لكن شرائعهم شتى. وعشان كده النبي يقول ايه؟ نحن معاشر الانبياء اخوة علات، امهاتنا شتى يعني شرائعنا شتى، وابونا واحد يعني ديننا واحد. واضح؟ وهو ان تعبد الله لا تشرك به شيئا. بيقول ادع لنا بالذرية الصالحة يا رب، كل من يريد ان يكون له ذرية وحرم الذرية ان يجبر الله خاطره بذرية صالحة. ما المقصود باجماع الامة؟ يعني ما عليه اجماع المسلمين بحيث انه لا يشز عالم، زي اجمعت الامة ان الفرائض خمسة، محدش بقى يجي يقول له لا، يبقى انها اقل او ازيد. اجمعت الامة ان الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات وهكذا. أجمعت الأمة إن الكعبة قبلة الصلاة. أجمعت الأمة إن الكذب حرام والزنا حرام والرشوة حرام، فهمت؟ والخمر حرام والميسر حرام. فده إجماعات معروفة اللي هو لا يختلف فيها أسنان، فهمت؟ فالإجماع كل ما لا يختلف فيه أسنان، ويدل على إيه؟ معالم الدين. فالإجماع يدل على معالم الدين، فهمت؟ ما الفرق بين أوتي كتابه بشماله والتانية وراء ظهره؟ يعني يأتيه الكتاب من وراء ظهره جهة شماله، أدي كل الحكاية. فآية بتتكلم جهة مجيء الكتاب، يعني يفاجئه الكتاب، يفاجئه الكتاب من جهة ظهره. أنت لما تبقى بتكره واحد وعايز تديله حاجة، تقوم إيه؟ وهو مدي لك ظهره كده مش عايز تشوف وشه، تقوم تعمله إيه؟ ترميها له كده من ظهره، تقول له خد مش عايز اشوف وشك. علشان كده الكافر ربنا لا يريد انه يعني ايه؟ يعني يكرمه بان يكون جهته جهة شريفة، فيعطيه كتابه من جهة ظهره الى جهة الشمال. فهمت بقى؟ لكن الثاني ايه؟ المؤمن بقى مواجه للخير فياخده من جهة يمين. وكل أمة النبي المسلمين حتى ولو كان من كبار العصاة هيؤتى كتابه بيمينه. كويس؟ اللي يؤتى كتابه بيمينه مش معناه ان لازم يدخل الجنة على طول، لا، قد يسبق سبقة حساب، لكن لما بتاخده بيمينك بتعرف ان تقول الى الجنة، يعني ان شاء الله يبقى مستقبلك في الجنة، لكن على طول ولا بسبقة حساب.
ولا بقت عذاب؟ الله أعلم، التفصيل يأتي بعد كده في الموقف. لكن كل مؤمن ولو كان عاصيا ومات على المعصية دون أن يتوب هياخد كتابه بيمينه، وكل كافر هياخد كتابه بشماله. واضح؟ المقصود في سورة الحج ولا تشرك بالله لسيدنا إبراهيم، يعني استمر على ما أنت عليه من توحيدي. لما تنهي إنسان عن فعل هو لم يرتكبه معنى استمر على تركه، فهم؟ يعني أنت ما تشوف ابنك كده إيه جد في حياته وبيذاكر وعارف مصلحته وبيدخل الامتحان بينجح، تقول له اوعى تلعب يا ابني، يعني أنا استمر على الجدية، ما أنا هو ما بلعبش. فهمت بقى إزاي؟ زي برضو ما يقول له اتق الله يا أيها النبي، اتق الله يعني إيه؟ يعني استمر على ما أنت عليه من تقوى الله. هذه معنى. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود، اغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك. أرجو الدعاء من فضلك لأم محمد وآسر، ربنا ينجيهم كما نجى سيدنا موسى وكل يا رب. كيف نتدرج مع الزوجة والأولاد في تلقين الأوراد؟ أنت بس هقول لك حاجة، اطعم ولادك وزوجتك حلال وأحسن علاقتك بيهم وأخلاقك معهم بس، واعبد ربك قدامهم، هم هيقلدوك. الحكاية سهلة، مش شرط أنك أنت يعني تلقينها الورد وهي عندها 5 عيال ولا 3 عيال وبتروح تشتغل وما يعني. فهمت إزاي؟ أنت هي لما تلاقيك كل يوم قاعد كده بالليل ماسك السبحة وقاعد في الصبر هتقول لك أنت بتقول إيه يا حبيبي؟ لازم هتقول لك يا حبيبي عشان بتعملها حلو. عارف أنت لو بتعملها وحش أول ما تمسك السبحة بتاعها ربنا ما يتقبل منه من اللي عامله فيه، قال بيستغفر، قال تقول كده في نفسها، فعمرها ما هتطلب منك الورد. فهمت؟ لأن أنت بتسيء إليها. لكن أنت لو أحسنت إليها هتجي لك تقول لك أنت بتقول إيه يا حبيبي؟ عايز أقول زيك. تملي الواحد لما يحب حد يحب يقلده. فهمت؟ لكن أنا عمري ما يعني أنا اتزوجت زوجتي الأولى دي مثلا 36 سنة، أنا عمري ما قلت لها تعالي قولي ورد، حتى لدرجة قبل ما تموت بسنة تقول لي أنت بتدي العهد لكل الناس ما اديتهونيش، قلت لها أنت العهد نفسه معاك، عايزة إيه تاني؟ ليه بقى؟ عمري ما قلت لها قولي ورد ولا بتاع، لكن هي كانت تقول لي أنت بتقول إيه؟ أقول لها تروح حافظها وتقول وخلاص، واخد بالك إزاي؟ أنت بتعمل إيه بقى؟ فهي إيه طالما أنت بتعملها حلو تحب تقلدك، أدي كل الحاجة. تعملها كويس بس. فالتدريج جاي منك أنت يا أستاذ. يبقى لازم تطعمهم حلال ويكون أخلاقك معهم طيبة، ثم تعبد الله أمامهم من غير ما تتكلم، تواظب على صلواتك، تواظب على عبادتك، يلاقوك بتقعد تقرأ قرآن. يعني أنا وأنا صغير كنت أشوف أبويا مثلا كل يوم جمعة عنده كتاب كده صغير، يوم الجمعة يقعد يقرأ فيه من الساعة 10 الصبح لحد أذان الجمعة وينزل يصلي الجمعة. فأنا يعني إيه بفضول الطفولة بقيت أشوف الكتاب ده أقوله إيه ده، طلع دلائل الخير. فكان يقعد يقراه قاعده واحده يوم الجمعه من اوله لاخره لانه طول الاسبوع مشغول في شغله. فانا لما كبرت وعرفت اقرا واكتب بقيت اخد الكتاب ده من ورا ابويا اقعد اقرا فيه. انا ايه اللي عرفني بيه؟ لما شفته بيعمله قدامي. فهمت بقى ازاي؟ فانت لما تعبد ربك قدام اولادك دي كفايه، احسن دليل انك تدلهم على الخير. بيقول بنت أخت زوجتي نشأت في أسرة وهابية، أو بتقول الآن تريد أن تترك الإسلام وتلتحق بأبيها الكافر في فرنسا، هل من نصيحة؟ والله النصيحة للناس اللي هم دول أنك أنت تدليها على كتاب دلائل الخيرات، ما تقول لهاش غير كده، قولي لها خد الكتاب ده اقريه كل يوم على أيام الأسبوع بس، وسيبي بقى الصلاة على النبي تصلح قلبها. انت بس دليه على كتاب دلائل الخير، لان لا يجتمع في قلب يصلي على النبي كفر ابدا. هتبص لها هي لوحدها تتحسن، لكن ما تكلمهاش كتير. بيقول اشرح ايه قولك في الصلوات اليسرية وتعاليت عن
عن تنزيه المنزهين بآية التشبيه. يعني ربنا جاب لنا آيات في القرآن يشتبه معناها، قد يوحي معناها الظاهر بنوع من التجسيم علشان يخلي المنزه اللي هو بينزل الله عن كل جسم يعجز عن تنزيه الله ويعترف بأن الله فوق تنزيهه. فربنا جاب الآيات اللي فيها إيه؟ يد الله فوق أيديه، مستوى على العرش. جاب الآيات دي علشان يعجز المنزهين عن تنزيههم ويعرفوا أنهم عجزوا عن إدراك الله، وعلشان تبقى شرك وخداع للي في قلبه مرض فيجسم الله بيها. فهمت بقى؟ جزاكم الله خير. بيقول واحدة حائض وعملت عملية وطهر بعد ما عملت العملية، بس قالوا لها ما تغسليش، تتيمم بدل الغسل وتتوضى للصف. بيقول لماذا يبتلي الله الأنبياء ولماذا يبتلينا، وهل الابتلاء غضب من الله علينا؟ أبدا، ده الابتلاء من الله رحمة بينا حتى لا ننشغل بالدنيا عنه، لأن لو الدنيا من غير بلاء الناس هتركن ليها وتحبها وتتنافس عليه. ده ربنا جعل الدنيا مليانة بلاء، وبالرغم من كده الأخ بيقتل أخوه، فما بالك لو خلاها كلها عسل كانوا عملوا إيه؟ فيبقى البلاء في الدنيا حتى ينزه قلب المؤمن أن يركن إليها، فهمت؟ فلازم يدوقوا مرارتها يوم يزهد فيها، لما يزهد فيها لا يجد إلا إيه؟ إلا الله أمامه فيوفي حسابه. أدي كل الحكاية. فالبلاء ده نعمة كبيرة. بيقول أصبت بالوسواس فترة طويلة خصوصا في مسألة النجاسة، هل بيقول يعني تراب الشوارع ده وطين الشوارع هل ده نجس ولا لا؟ لا، معفو عن طين الشوارع، إلا لو ماشي في أرض بقى في شارع المجاري طفحة، فاهم؟ المجاري طفحة خلاص، ده باين عليها، ده بول وكاكا وكل حاجة، بقى عايز ايه بقى؟ هتسأل على ايه؟ لكن انت ماشي في شارع ما فيهوش مواسير مجاري وفي مية وطين بسبب المطر، فهمت؟ فده معفو عنه، حتى لو في كلاب عدت وبالت فيه انا ما شفتهمش، فاهم؟ بيقول كنت رجلا مزاء وهذا جعلني متعب لتطهيري ليعود للحمام غالبا. المزاء ده يتجوز، أما يتجوز يقل المزي عنده، والحين ما يتجوز يكسر من الصيام ويقلل أكل اللحوم ويغض طرفه. أدي كله. وبعدين لو عمل ده كله لسه يبقى دي إفرازات إيه؟ مرضية من الغدد اللي موجودة في مجرى البول، يروح لدكتور مسالك بولية يعالجه، والله تعالى أعلى وأعلى. هاتي. الحمد لله ربنا كرمنا وخرج الكتاب اللي كنا منتظرين، وهو شرح صلوات الأولياء على خاتم الأنبياء، واللي هو عبارة عن لطائف ومعاني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للفقير إلى الله. وساعدني فيه مساعدة جليلة الشيخ خلدون الهيتي القادري الأنباري، جزاه الله خير. فأنا قلت إيه، كل يوم جمعة نقرأ في صفحتين معك، كل يوم جمعة بس نقرأ في صفحتين معاكم كده، علشان أولا منا بنراجع الكتاب ربما نصحح بعض الأشياء، وفي نفس الوقت نبين بعض معاني الكتاب للي هيقتنيه ربما يقرأ في بعض المعاني ما يعرفهاش. فاحنا هنقرأ من أول إيه صفحة 31، لأن قبل كده كله كان مقدمة، لكن الكتاب نفسه بيبتدي من صفحة 31. فبدأنا الكتاب بفضل الصلاة على النبي، وفضل الصلاة على النبي فضائلها كتيرة، فاحنا اخترنا من الحاجات اللي انا قلتها في دروسي وحولها خلدون الى مكتوب ثم راجعتها انا، على اساس ان ايه، ان تبقى ده تدوين لما قلناه فيصير كتابا. فاخترنا اننا نكتب فضائل الصلاة على النبي كما شرحناها من كتاب دلائل الخيرات، واحنا شرحنا كتاب دلائل الخيرات في 23 مجلس. فبدأ الكتاب بها، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
فهذا أمر من الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد صلى عليه ربنا عز وجل قبل أن يأمرنا بهذا الأمر لبيان كرامته عليه. وهذه الكرامة لم يكرم بها مخلوق قبله ولا بعده، إذ لا مخلوق قبل الحبيب الأعظم، فهو أول المسلمين وأول مجيب لنداء كن، الموجد للمعلوم المعدوم، فكان أول موجود، ومنه انشقت سائر الأكوان وانفلقت جميع الأسرار، وصار الغيب شهادة والعلم معلوم، ووقعت العين على الحقيقة، وزال الحجاب، ورفعت الأستار، فهو الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. خد بالك لما تسمع الكلمات دي والجمل دي وتجدها انك انت فاهمها، ما بتسألش ايه الدليل، اعرف انك انت بتحب النبي بقلبك، ودي علامة كويسة. واللي حيسأل عن الدليل فالدليل فيها على فكرة، بس ايه، طالما بيحبه بعقله يقول لك ايه الدليل، مع ان الدليل مذكور في الله، فهمت؟ وصلاة الله عز وجل على هذا النبي رفعا لقدره وإعلاء لشأنه وبيانا لمنزلته وإمدادا له كي يمد صلى الله عليه وسلم العوالم بالرحمة والهداية. وصلاة الملائكة عليه صلى الله عليه وسلم كي تستمد منه أسباب بقائها ووجودها، فغذاؤها ذكر الله والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء الأمر للذين أمنوا بالصلاة عليه اقتداء بالملائكة، وزيدوا عليهم بأن تسلموا تسليما، لأن كرمنا بني آدم فزودنا بقى قال إيه كمان، وسلموا تسليما، يعني علشان ربنا يكرمنا إيه بكرامة زائدة. قال المصنف اللي هو الإمام الجزولي بقى، فإحنا بنشرح كلامه، ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم والبشرى ترى في وجهه، فقال إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال أما ترضى يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10. فالإمام الجزولي رحمه الله أورد الأحاديث وحذف الأسانيد اختصارا وتيسيرا على القارئ، وإلا فإن جميع الأحاديث الواردة موجودة في كتب السنة، فانظر إلى عظيم الفضل في قوله صليت عليه 10، ولو صلى الله عليك مرة فستعطيك سعادة الدنيا والآخرة، ولو سلم عليك مرة واحدة لكفتك، ولكن لبيان عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ضاعفها لعشر مرات. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد فرح واستبشر لأمته لأنها نالت هذا الأجر العظيم، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بصلاة الله عليه. قال المصنف وقال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، أي أولى الناس بمحبتي ومرتبتي في الجنة أكثرهم علي صلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثان أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. قال المصنف، عرفت مين المصنف؟ الإمام الجزولي في دلائل الغيرة. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلت علي الملائكة ما دام يصلي علي، فليقلل عبد من ذلك أو ليكثر. وصلاة الملائكة عليك تعني الدعاء لك، والعاقل إذا عرف هذا وجب عليه الإكثار من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ومن قلل فهو البخيل على نفسه. قال المصنف وقال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده ولا يصلي عليه، فوجب عليك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لحظة سماعك لاسمه صلى الله عليه وسلم. فقد كنا نرى بعض مشايخنا إذا نادى رجل اسمه محمد قال يا محمد فيقول في سره صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الاسم ذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه عند ذكر اسمه أصبحت علامة من علامات الأمة المحمدية. عشان كده كل ما تنادي واحد اسمه من أسماء النبي بعد ما تناديه قول صلى الله عليه وسلم، لأنه كأن ربنا أكثر من أسماء النبي في وسط الأمة ليكثر ذكر النبي والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. وجميع هذه الأحاديث النبوية الشريفة كما أسلفنا موجودة في كتب السنة، ولا تتلفت أو تلتفت إلى أقوال بعض الجهلة الذين يقولون ضعفه الألبان، فأين كانت الأمة قبل أن يولد الألبان؟ فإياك أن تتلفت تلتفت أحسن، يبقى تلتفت هنا وتلتفت هنا. وتلتفت معناه تتشوش، إنما تتلفت معناه إيه؟ يعني إيه؟ حذر من الخوف يعني.
فالسارق يتلفت وإيه والمتشوش يلتفت، عشان استعمال اللغة يعني، فتبقى يلتفت. وقال العلماء أقل الكسرة أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم 300 مرة في اليوم في يوم الجمعة، وأفضلها 1000 مرة. قال المصنف وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات. وقال المصنف وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع الأذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة النافعة، في رواية تامة، ويعني الأذان نفسه، لأن فيه كمال مراد الله صلى الله عليه وسلم من العقائد ومن الحث على فعل الخيرات. قول المصنف والصلاة القائمة التي سوف تقام وتستعد الناس لها. وقول المصنف آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، فمن قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شفاعة مخصوصة به غير الشفاعة العامة. وإذا أردت أن تقول آتي محمدا تقول آتي سيدنا محمد أدبا معه صلى الله عليه وسلم. والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة، والفضيلة لبيان فضيلتي على سائر الخلائق بالشفاعة التي يقول جميع الأنبياء يوم القيامة لست لها لست لها، ويقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله الجمعة القادم بإذن الله، ونستمع لمديح من فرقة المختار الأندونيسية الجوية. تفضل يا سيدي. صلوا على من ذكر الله.
كملوا مديح لحد ما تقيم الصلاة بعد الأذان. اتفضل. ما حدش يمشي عشان عندنا فرح بعد العصر، وبعد الفرح عندنا أكل. اوعى تمشي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصلاة Thank you.